السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار من قناة الشروق، أبدأها بالعناوين. الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية مسار الوسط وقعان على اتفاق سلام نهائي. التعايشي يؤكد إحراز تقدم كبير في جميع ملفات التفاوض بين الحكومة والأطراف الأخرى. مجلس الوزراء يطرح الموازنة العامة للدولة في شكلها النهائي يوم غد الخميس. مشاهدينا، وقعت الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية مسار الوسط بجوبا على اتفاق السلام النهائي. ووقع عن الحكومة النائب الأول لرئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو وعن مسار الوسط التوم هجو. وعن الوساطة مستشار حكومة دولة جنوب السودان رئيس الوساطة تود جلواك، وذلك بحضور رئيس الجبهة الثورية ووفد الوساطة التشادي. وأكد النائب الأول لرئيس المجلس السيادي رئيس حرص الحكومة والتزامها بتحقيق سلام شامل ودفع استحقاقاته، وقال إن السودان عاش عهودا من الحروب التي طالت البنى التحتية وعطلت عجلة التنمية. أكدت لجنة الوساطة بدولة جنوب السودان التزامها بتحقيق السلام النهائي في السودان. وأعرب رئيس الوساطة تود جلواك خلال توقيع الاتفاق النهائي على مسار الوسط بين الحكومة والجبهة الثورية بجوبا عن ارتياحه لسير عملية التفاوض والتي قال إنها تمضي بصورة إيجابية. كما أعرب عن سعادته بانضمام الوفد التشادي للجنة الوساطة وحضوره للتوقيع النهائي، وقال إن التوقيع على مسار الوسط بداية طيبة في سبيل التوقيع على الاتفاق، وهنأ الشعب السوداني والوفدين بتوقيع الاتفاق النهائي. نحن أخوانا في مسار الوسط لإنجاز هذا الورق اليوم، وأمركم حين حكومة السودان بمثل الفريق أول لما يتم عبوه الرجال عبروا لشعب السودان أصحاب العدية الحقيقية أصحاب السلام. نأكلون نحن إن شاء الله في جوا نواجه السلام ونواجه استقرار السودان. استقرار السودان يا جماعة نحن من الناس أول ناس نستفيد من هذا الاستقرار، ونحن نعكد لكم التزامنا ومشينا نحن واصل في تفاوض نحن مع تحضر التوقيع النهائي الكبير ان شاء الله يكون على السودان جميعا. نحن نشكركم على الخطوه ده ومبارك كويس يا عياد المسيح الليله عشان عاديه حقيقيه لشعب جنوب السودان وشعب السودان وشعب الشام. ونحن نقول لكم بدانا من الاخير قائمه وخطوات ايجابيه وتفاعلنا الأعمام، ونحن نعتذركم إن شاء الله نحن في الجولة الجاية نوقع اتفاقية نهائية. أكد نائب رئيس الجبهة الثورية توم هجو أن التوقيع النهائي على مسار الوسط مع الحكومة خاطب جذور الأزمة وقضايا الناس، واعتبر التوقيع بداية في طريق تحقيق السلام. وقال هجو في تصريح صحفي أن الاتفاق شمل مبادئ عامة أبرزها مخاطبة القضايا الأساسية المتعلقة بالتنمية والمزارعين ومشروع الجزيرة والأراضي والحقوق بكل المنطقة الوسطى، بجانب التوزيع العادل للثروة وتحقيق الحياة الكريمة للسودانيين، مبينا أن الاتفاق لم يتحدث عن محاصصة أو مناصب، وهو اتفاق جامع لكل الناس وليس حكرا لحزب أو جماعة بعينها. بوتغة رئيسية بتاعت انصهار الشعب السوداني هي كانت في الوسط، وهم الأشقاء والأهل كلهم من الوسط. الآن في بعض غادة الحركات المسلحة من دارفور، لكنهم مولودين في وسط السودان. فأنا بفتكر بمخاطبة المزعلة دي الصباح كان جلسة للحركة الشعبية اللي هي مناطق الحرب الساخنة، والآن بعد يعني المسار بتاع الحركة ان احنا الآن خاطبنا قضايا الوسط، وده انا بفتكره مزالة يعني وغائية. نحن سعيدين بهذا المنبر وسعيدين بالوساطة وبسلطان توت حقيقة، لانه مشاكل السودان يا اخواننا بيحلوها السلاطين. عشان كده نحن بفتكر ما تحقق اليوم هو انتصار كبير جدا، وبإذن الله في خلال 24 ساعة 48 ساعة نحن هنقدم الورقة المفصلة، وبإذن الله تعالى هي بداية حلول حقيقية. وإلى ذلك، وجد رئيس وفد التفاوض محمد حمدان دقلو والوفد المرافق له استقبالا رسميا وشعبيا لدى عودته من الخرطوم. وأعلن عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي عن تقدم كبير في ملفات التفاوض بين الحكومة وأطراف التفاوض الأخرى، وأكد رغبة الحكومة في الوصول إلى سلام بمعالجة أسباب الحرب في البلاد. توصلنا إلى تقدم في كل المحاور، ما
مسار دارفور احنا توصلنا الى شبه اتفاق حول الاتفاق الاطاري، وده اتفاق بيشمل كل الموضوعات اللي عندها علاقة بخصوصيات في دارفور بالإضافة إلى الموضوعات القومية. ده اتفاق إطاري شبه تم الاتفاق عليه. فيما يتعلق بعبد العزيز الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، النقاش كان حول إعلان المبادئ. أكدت الحركة الوطنية بدولة جنوب السودان أهمية إحلال السلام في دولتي السودان وجنوب السودان، وقال المتحدث باسم الحركة الوطنية ستيفن لوال إنهم تجاوزوا 60% من القضايا المطروحة في طاولة التفاوض، خاصة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية، ولم يتبقى سوى بعض القضايا على رأسها توزيع الولايات التي ستناقش لاحقا. أكد عضو المجلس السيادي ياسر العطا عدم فشل الحكومة الانتقالية في تنفيذ مهامها وواجباتها من أجل تحقيق السلام والاستقرار، وقال في حوار مع قناة الشروق إن اتهام حكومة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك بالفشل أمر غير صحيح، مشيرا إلى أن الحكومة الانتقالية تعمل وفق خطط مدروسة تتطلب وقتا كافيا لتنفيذها، مشيرا إلى استمرار الشراكة مع قوى الحرية والتغيير لتحقيق السلام والحرية والديمقراطية. ونوه السادة المشاهدين إلى أن الحوار مع عضو المجلس السيادي ياسر العطا سيبث اليوم عند الساعة 10 مساء على قناة الشروق. يعقد مجلس الوزراء اجتماعا يوم غد الخميس لإجازة مشروع موازنة العام 2020، وتداول مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة عبد الله حمدوك رئيس الوزراء حول مشروع الموازنة، حيث استمع إلى تقرير من اللجنة المصغرة بشأن مناقشة خيارات موضوع رفع الدعم الذي دارت حوله نقاشات وملاحظات متعددة. حقيقة نحن ما زلنا في حالة انعقاد مستمر. اللجنة جابت تقرير لمجلس الوزراء في جلسة اليوم ودارت نقاشات مطولة جدا حول التقرير وملاحظات متعددة، واللجنة حتعقد اليوم اجتماعين. الآن هي دخلت بعد كده في اجتماع اللجنة بدون طعم حوالي 6 وزراء بالإضافة لخبراء وزارة المالية، حتعقد اجتماع الآن وعندها اجتماع ثاني الساعة 6 بحيث أنها تحسم القرارات النهائية والتصور النهائي للميزانية. مجلس الوزراء حيعقد اجتماع صباح الخميس اجتماع نهائي بعد اللجنة تفرغ من أعمالها، وفي خلال هذا الاجتماع المجلس حيجيز الشكل النهائي للميزانية وبعدها ممكن نعرضها للإعلام ونعرضها للجمهور. وأوضح صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات صحفية أن اللجنة المصغرة والتي تضم 6 وزراء بجانب خبراء من وزارة المالية ذلك للوصول إلى قرارات نهائية بشأن الميزانية والتصور النهائي لها. شهد رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان تخريج دفعة جديدة من كلية القادة والأركان المشتركة، وجدد رئيس هيئة الأركان محمد عثمان الحسين التزام القوات المسلحة بحماية الدستور وتحقيق تطلعات الشعب السوداني. وأكد أن القوات المسلحة ستظل عصية على محاولات الاستهداف وتعمل في تناغم من أجل استقرار البلاد، وقال إن القوات المسلحة تشهد مرحلة جديدة في مسيرة البناء وتحقيق الاحترافية لمواكبة متطلبات المرحلة. نظام هذا الاحتفال مع الذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة التي تشاركنا صناعتها مع جماهير شعبنا العزيز انحيازا كاملا لإرادته واستجابة لتطلعاته، ذلك الانحياز الذي حفظ البلاد من الانزلاق إلى مهاوي الفوضى وانعدام الأمن وتبدد الكيان، موقفا ظل التاريخ يحتفظ به للقوات المسلحة في كل الثورات السابقة مع شعبها الأبي، جددت فيه القوات المسلحة سيرتها الأولى وتمسكت بوحدتها وولايها الأوحد لهذا التراب.
اختتمت بغرب كردفان احتفالات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة. وقال ممثل وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية زكريا آدم إن حملة مناهضة العنف ضد المرأة التي انتظمت محليات الولاية استهدفت المرأة النازحة ونساء المجتمع المضيف. وقدمت خلال ذلك الوزارة العديد من البرامج التوعوية المتعلقة بحقوق المرأة وضرورة مناصرة قضاياها، إضافة إلى البرامج الخاصة بصحة المرأة والطفل. هذا اليوم نحن بنعتبره ختام للأيام التي تم تنفيذها في المحليات، ونأمل أنه في العام القادم إن شاء الله حتكون حملاتنا دي في المحليات المحوظيات، حتكون في محلية الميرم وفي محلية الدبب وفي محلية النهود وفي محلية أبزبد وفي محلية الصنوط، إن شاء الله في المحليات المحوظيات بهذا اليوم إن شاء الله. في السياق قال ممثل المفوضية السامية للاجئين بغرب كردفان محمد سالم إن رسالة المفوضية للمجتمعات تركز على ضرورة الاهتمام بتعليم البنات وعملية تسجيل المواليد، إضافة إلى محاربة العادات الضارة بصحة المرأة والطفل. حملة 16 يوم حملة مهمة، والرسالة بتخص لمناهضة الأنس ضد المرأة. كما تعلمون جيدا إن المرأة تمثل ثلثي مجتمع. لو ما زاد، لو أقدمنا على تنمية المرأة وتقوية المرأة وتوفير حقوق المرأة واستطاعت أن تنافس كما تنافس الراجل، وهي هن أصلا قاعدين منافسة البجو في أوائل الشهادة السودانية يا جماعة كلها بنات يا جماعة. أكد رئيس الجهاز القضائي بجنوب كردفان كامل رمضان فرج الله ضرورة إزالة تعارض قانون الطفل والقوانين الأخرى. جاء ذلك خلال افتتاح دورة تدريبية حول قانون الطفل لسنة 2010 بمشاركة القضاء ووكلاء النيابة والمحامين والجهات ذات الصلة بحماية الأطفال. وأكد رئيس الجهاز القضائي بالولاية أن الدورة تهدف إلى مناقشة مواد القانون تحقيقا للعدالة لصالح الأطفال ضحايا الحروب والنزاعات. نحن نريد افتتاح أعمال الدورة التدريبية حول قانون الطفل لسنة 2010. تتناول هذه الدورة التدريبية للقضاء وبقية المشاركين من الجهات ذات الصلة على مدى 3 أيام عدة أوراق يقدمها خبراء في مجال القانوني والقضائي، والتي تتمثل في العدالة الصديقة للأطفال، التواصل الصديق للأطفال ضحايا شهود جانحين أثناء سير العملية القضائية. ومن جانبها أشارت أمين مجلس رعاية الطفولة بالولاية صافي عبد الرحيم إلى أهمية الدورة في إيجاد بيئة مجتمعية وأوضاع قانونية حامية للأطفال من الانتهاكات وضامنة لحصولهم على كامل الحقوق. المرجعية الأساسية بالنسبة لنا في عمل الطفولة هو القانون، لأنه مربوط بالقوانين الدولية ومربوط بالبروتوكولات الدولية والإقليمية على محيطنا الإقليمي، ومربوط أيضا بالقوانين والتشريعات الوطنية وبالمعتقدات الكريمة إن شاء الله للشعب السوداني. فعليه إحنا بنأمل إنه التعديل يجي في 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 سياق التعديل نحو حماية أفضل للأطفال ونحو توفير بيئة حامية عدلية للأطفال في تماس مع القانون، وخاصة بيستصحبوا معهم أيضا في التعديلات الولايات المتأثرة بالنزاع كشأن داخلي. وتتابعون في هذه النشرة أيضا: اتحاد المخابز يعلن عن ترتيبات لتحديد مخابز توزيع الخبز التجاري. أهلا بكم مشاهدين من جديد، وإلى الأخبار الاقتصادية.
الباشا عن ترتيبات لتحديد مخابز تعمل بنظام تجاري باستخدام دقيق غير مدعوم. وقال الباشا ان الخبز التجاري يخصص للمطاعم والكافتريات والمناسبات والمستطيعين، لافتا الى ان حصة الدقيق المدعوم تخصص لمخابز اخرى لتغطية احتياجات المواطنين. واكد اهمية وتفعيل الرقابة على الدقيق والغاز المدعومين من مصادرها مرورا بالوكلاء حتى المخابز لتفادي التسريب بغرض استخدامات اخرى. أعلن مدير عمليات ري الجزيرة والمناجل بوزارة الري والموارد المائية قسم الله خلف الله أن نسبة ري أقسام المناجل وصلت 90% وبلغت 85% في أقسام الجزيرة. وعزى مشاكل الري بمشروع الجزيرة للتوسع في المساحات المزروعة والتعدي على منظمات الري، مما أدى لانخفاض مناسيب المياه في الترع. وتعهد خلف الله بمعالجة مشاكل الري، وقال إن أدوار اللجنة العليا لإنقاذ الموسم الشتوي تعزز جهود الحكومة ولجنة إنجاح الموسم الزراعي في معالجة قضايا مشروع الجزيرة. أعلن مشروع تطوير سلسلة القيمة الزراعية انطلاقة عمله بولايتي شمال وغرب كردفان بهدف تعزيز القدرة الانتاجية لصغار المزارعين في القطاع المطري. واستعرضت ورشة تعريفية بالأبيض كلفة المشروع التي بلغت نحو 50 مليون دولار بتمويل من بنك التنمية الإفريقي وحكومة السودان لمدة 5 سنوات. وقال منسق المشروع أحمد جاد المولى إن الورش التعريفية بالمشروع بالولايتين تهدف للتنوير بسياسات وبرامج عمل المشروع. وأشار إلى أن المشروع سيستفيد من تجارب بعض المشروعات العاملة في مجال زيادة الإنتاج وتطويره لتحقيق أهدافه. احنا حقيقه يعني اجتهدنا بالتنسيق مع معاملات الحكومه بولايه شمال كردفان والاخوه في المشاريع النظيره كمشروع تطوير الزراعه والتسويق بالافاد، والحمد لله بجودهم وتعاونهم يعني تمكنا من التواصل مع مجتمعاتنا المستهدفه مع الوزارات المستهدفه والمحلات المستهدفه، ورتبنا معهم والتنسيق مع الولايات كل الترتيبات اللازمه للتنفيذ على نحو الأكمل بإذن الله تعالى. مكافحة العطش حفر 10 آبار بمناطق متفرقة بولاية القضارف، وساهمت المشروعات بشكل كبير في حل مشكلة مياه الشرب بالولاية، وأبدى مواطنون ارتياحا كبيرا لهذا المشروع الحيوي. لعقود من الزمان عانى السكان هنا من مشكلة مزمنة مع العطش. فقرية ودكاب الرابطة بين وسط القضارف وسهل البطانة تمتاز بأعداد مقدرة من الثروة الحيوانية ومساحة زراعية واسعة، مثل الماء عقبة كؤود، حتى جاء الفرج عبر مشروعات زيرو عطش بإضافة بئر جديدة. وهذا المشروع كنا بنحلم بحلم يعني، والحمد لله بقي حلم صحيح. ونحن كنا بنعاني يعني من منطقة مشكلة الماء في وتكاب الزيت، عندنا بئر واحدة لو تعطلت لا يرحلنا من القرية دي. والآن نحن معتدين بالنسبة للبئر دي لتركيبها ولتصليحها ولتوصيلها ذاتها للقرية. واحنا يعني الله عايزين على الشكر عن كل الذين قاموا بامر هذا المشروع الكبير، واحنا كنا محتاجين جد يعني حس الان بقى حقيقه يعني. طبيعه المنطقه جعلت معظم المياه الجوفيه هنا مالحه، غير ان التطور التقني والمعالجات الفنيه من قبل المختصين ساعدت في ان يكون ما هذا البئر عذبا وصالحا للشرب. عندنا زي 12 موقع هسه تم انجاز 10، باقي 2 ضمن خطة بتاعت سنة تاني في إضافة بتاعت مواقع. المويه ما شاء الله في خزان مالح فوق، لكن تم عزله بواسطة الأسمنت وهو بطرق علمية معينة، يعني حسابات خرسانة زائد حسابات أسمنت زائد كلي أو الطين تم عزل الخزان المالح من الحلو. زي ما شفتوا المويه حلوة يعني، المنطقة كلها عموما مويه مالح، لكن المويه دي بالتحديد اللي هي مويه عزبة للتغنيات اللي اشتغلت فيه. البير أنتجت موية ما شاء الله بكميات كبيرة إن شاء الله، وربنا يوفقنا في باقي الآبار. عندنا حفارة الآن تعمل في قرية دار الزين، والحمد لله قبل بير واتكابو نفذنا بير طيبة شرك، والحمد لله بإنتاجية كويسة. أكثر من 10 آبار في منطقة وسط القضارف يستهدفها المشروع تمثل بحسب السكان المحليين فتحا كبيرا في مجال توفير مياه الشرب للإنسان والحيوان. الحمد لله الآن يعني لدينا 2 بئر، وبهذا نقول لقد ودعنا العطش إلى ما لا رجع،
وهذه البير ستكون إضافة حقيقية لنا في قرية واتكابو والغورة المجاورة. أحيانا لما تتعطل بعض الآبار في بعض الغورة كل الجيران بيجون هنا، والحمد لله نقول لهم الآن إحنا مستعدين. فرحة غامرة من السكان المحليين بتدفق الماء الذي يروي الظمأ ويفيض عن الحاجة فيسقي المحتاج، فأهل واتكابو بينهم والكرم صلة وقرابة. محمد الفاتح، الشروق، ولاية القضارف. رياضيا، تتوجه بعثة فريق الهلال السوداني اليوم إلى تونس لمنازلة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا مرحلة المجموعات. وتعد مباراة النجم الساحلي الأولى للهلال تحت قيادة مدربه الجديد حمادة الصديقي الذي خلف الوطني صلاح آدم. ويدخل الهلال المباراة وفي رصيده 3 نقاط من مباراتين، يأمل الهلال في تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة السبت لتعزيز حظوظه في الوصول إلى دوري الثمانية. اقترب مجلس إدارة نادي المريخ من إكمال اتفاقه مع لاعب الجوز أحمد عبد المنعم الشهير بالطبنجة، واحترف طبنجة اللاعب في خانة الظهير الأيسر، وكان المريخ قد تسلم خطاب الاستغناء الخاص باللاعب. ووقع اللاعب إقرارا رسميا بالانضمام إلى المريخ في الانتدابات الشتوية المرتقبة. وكان المريخ قد أمن على كسب مدافع مريخ كوستي رامي كاركتلا بجانب حسم الاتفاق مع لاعب أودنباوي منير. ختام هذه النشرة أذكركم بعناوينها: الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية مسار الوسط توقعان على اتفاق سلام نهائي. التعايش يؤكد إحراز تقدم كبير في جميع ملفات التفاوض بين الحكومة والأطراف الأخرى. مجلس الوزراء يطرح الموازنة العامة للدولة في شكلها النهائي يوم غد الخميس. انتهت هذه النشرة، قدمتها لكم مشاهدين من قناة الشروق. بإمكانكم متابعة المزيد من الأخبار على موقع الشروق على الإنترنت شروق.net. أشكركم وإلى اللقاء.